مرحبا بكم من جديد إلى تفاصيل المرة الأولى. بعد استفتاء الانفصال عن العراق، زار رئيس إقليم كردستان الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني زار العاصمة بغداد، والتقى برئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما ينتظر أن تحل الزيارة أو تحل ملفات عالقة بين المركز والإقليم ككركوك والميزانية والتمثيل الكردي بكيانات الدولة. مرتديا بدلة رسمية بدل زيه التقليدي الكردي المعتاد، يحط رئيس إقليم كردستان الأسبق مسعود البرزاني رحاله في بغداد. سامة بأبو مسرور وأبو هاشم هكذا. طريقة الاستقبال من قبل رئيس الحكومة الجديد كانت باللهجة العراقية المحكية كنوع من التحبب والحفاوة، قرئ فيها محاولة من الطرفين لكسر الجليد بين بغداد وأربيل بعد استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العام الماضي. نأمل أن تكون هذه الزيارة المباركة. لم تتغير سخونة ترحيب ببرزاني لدى قائد تحالف الفتح هادي العامري، والحال ذاته ربما في اللقاء المرتقب مع الصدر في النجف. لكن ما لهذا طرق الزعيم الكردي أبواب بغداد؟ فهنالك ملفات عدة تنتظر الحلول كالنفط والميزانية والتمثيل الكردي بكيانات الدولة، فضلا عن أزمة كركوك وعودة البشمركة إليها. وفيما بدا أنه بداية لحلحلة تلك الملفات أو بعض منها، أعلنت حكومة بغداد توحيد التعرفة الجمركية مع منافذها الحدودية كافة بما فيها إقليم كردستان، وذلك بعد أيام من استئناف صادرات نفط كركوك الذي توقف منذ عام تقريبا. التصويت على الوزراء بشكل منفرد. أكثر من ذلك، ثمة من يرى أن تحرك تلك الزيارة الركود الحاصل في تشكيل حكومة عبد المهدي التي ظفر حزب البرزاني بوزارتي المالية والإعمار فيها. وهناك من تحدث عن نية البرزاني إنشاء تكتل سياسي يضم حزبه أي ديمقراطي الكردستاني مع تحالف البناء للعمل في المرحلة المقبلة من العملية السياسية في العراق، وهو ما يبعث على الأمل لدى كثيرين، خاصة بعد أن تغيرت رموز المرحلة السابقة التي كانت تقدم المصالح الإيرانية والحزبية الضيقة على مصالح العراقيين، غير أن هذه المرحلة تحتاج وحسب متابعين لأن تزيل الأحزاب والكتل العراقية حالة الانقسام الداخلية. والحالة تلك مثلما أنها متأصلة في بغداد فإنها موجودة أيضا في إقليم كردستان. أرحب بضيفي من إسطنبول بالباحث في الشأن العراقي الدكتور جاسم الشمري، وبضيفي من غازي عنتاب التركية الكاتب الصحفي الأستاذ حسين شاكر. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ مع الأستاذ حسين شاكر من غازي عنتاب. أستاذ حسين، مما لا شك فيه أن زيارة السيد مسعود برزاني إلى بغداد خطوة مهمة يعني كسر الجمود في العلاقات والبحث في الملفات الخلافية والنقاط الإشكالية، ولكن السؤال ما الذي يحمله البرزاني في جعبته؟ ما هي أولى الملفات العالقة التي يجب بحثها؟ شكرا على هذه الاستضافة، وأحيي الضيف الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. أهلا بك. الحقيقة يعني أنا لا أعلم ما الذي يحمله البرزاني في جعبته بالضبط يعني، لكن ربما المهم هو الزيارة نفسها، ويبدو أن البرزاني وصل إلى وضع ثقة جديدة، لا سيما أن الرئيس السابق للحكومة يعني جرى تغييره على هوى الكرد، يعني لأن ظهر العبادي وهو ربما زاد في أو كان مغاليا في حصار الإقليم بسبب الاستفتاء، والذي كان يرجو من ورائه أن يظهر بمظهر المحافظ على وحدة العراق والمحافظ على الهيبة لكي يعني يكون مقبولا على المستوى الشعبي وغيره، ولكن فشل العبادي ويعني ظفر الكرد بإخراجه من الحكومة والمجيء بعادل عبد المهدي. يعني أنا لا أقول أن الكرد هم الذي أتوا به، ولكن جرى هذا على ما يشتهون نوعا ما أو نوع من إعادة الاعتبار لديهم.
من ناحية أخرى البرزاني يعني بالزي الجديد يعني الزي الغير تقليدي يذكرنا في ما بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. نعم. كيف يعني ارتدى الزي الدبلوماسي ونزل إلى بغداد، وربما يبدو أن البرزاني يقول للعراقيين سوف نبدأ بصفحة جديدة ونرجو تطبيق الدستور وغيره من المسائل العالقة التي أدت إلى الاستفتاء حسب وجهة النظر الكردية، يعني أنهم لم يكونوا يفكروا في استفتاء أو بانفصال أو غيره، ولكن دفعوا إلى ذلك دفعا. وهذا يعني يبدو أن البرزاني يعطي فرصة جديدة. هو البرزاني لم يذهب بصفته رئيسا، هو ذهب كقائد روحي لكرد العراق، وربما يعني في المرحلة اللاحقة يبدو قد يتحول البرزاني إلى قائد روحي للسنة العراقيين الذين يعني لم يبلوروا حتى الآن زعامة محلية لديهم، والهم المشترك نتيجة تحول الدولة العراقية يوما بعد آخر إلى دولة ثيوقراطية على نمط الدولة الإيرانية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وربما أيضا السنة العراقيين يستبشرون بالبرزاني خيرا، وذلك أيضا تأتي في إطار أو فلنقل هناك آمال لدى البرزاني بعد العقوبات الأمريكية على إيران، هذا ربما يضعف من ولو جزئيا يعني من النفوذ الإيراني على الحكومة العراقية التي يعني استثنيت من العقوبات الأمريكية. يعني في كل هذه الأجواء إذن أجواء مهيئة أيضا لتشكيل الحكومة، هناك ربما اتفاق على تشكيل الحكومة، ربما يجري الحديث عن حل معظم النزاعات، الاستبشار بهذا الرئيس الوزراء الجديد خيرا، ربما يعني يقوم بإجراء الاستفتاء على المناطق المتنازع عليها وتطبيق الدستور العراقي. كل هذه الأمور هي يعني الحقيقة لا يمكن أن يعني نعتبر زيارة البرزاني إلى بغداد في إطار أو إطارين، هي لجملة من المواضيع الساخنة، وربما هناك أجواء مهيئة اليوم أكثر من ذي قبل لحلحلة كل المعضلات بين بغداد وأربيل. طيب دكتور جاسم، تحدث الأستاذ حسين عن دلالات هذه الزيارة، أهمية هذه الزيارة في إطارها العام. التوقيت الذي اختاره برزاني لم يكن قبل اختيار رئيس للجمهورية ونزاع بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، جاء بالفعل وبادر لحلحلة جملة من الخلافات بين الإقليم وحكومة بغداد. هل صحيح أن موضوع كركوك هو مفتاح لحل باقي الخلافات بين الطرفين، أم أن هناك قضايا اليوم أهم من موضوع كركوك كأولوية للجانبين؟ نعم، شكرا لك أخي أحمد وللأخ حسين ولمتابعي قناة أورينت. أهلا بك. لا شك أن الكثير من القضايا الشائكة وموجودة بين الطرفين الكرد والحكومة المركزية في بغداد، وباعتقادي اليوم هنالك أولويات في هذه الإشكاليات. معلوم أن الإشكالية الأولى بحسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس اليوم أن الرئيس برزاني قد أخذ وعدا من حكومة عبد المهدي بإعادة حصة الكرد إلى 17% بعد أن أعادها السيد العبادي إلى 12.6%. هذه نقطة، هذا نقطة الحكومة الذي ربما هذه نعم هذه يعني ربما هي الخطوة الأولى التي جعلت سياسي محنك مثل السيد البرزاني أن يخطو مثل هذه الخطوة. معلوم أن السيد البرزاني من القادة الكرد الذين يمتازون بالعناد السياسي، وعليه هو لا يمكن أن يخطو هذه الخطوة دون وجود خطوات تمهيدية من بغداد. نعم. هذا أولا. ثانيا، ما ذكرتموه في التقرير من أن هنالك ربما توافق أو اتفاق مستقبلي بين الفتح والحزب الديمقراطي الكردستاني، هذا الأمر وارد جدا بدليل أن العامري كان على رأس المستقبلين للبرزاني في مطار بغداد، وبالتالي هذا الأمر ربما هذا يعني محتمل واحتمال كبير. هذا ثانيا. القضية الأخرى، قضية كركوك، هي قضية شائكة.
لا يمكن أن تحل بزيارة قصيرة من السيد البرزاني إلى بغداد. ذلك لأن الأخوة الكرد يريدون من قضية كرد كركوك أن تكون بداية لتأسيس انفصال كامل عن الدولة العراقية، وهذا مخالف للدستور العراقي الذي وقع عليه الأخوة الكرد. وعليه القضية قضية عدم وضوح في الرؤية بين بغداد والكرد. الكرد يريدون انفصالا عن بغداد، وهذا معلوم بدليل الاستفتاء الأخير في 25 أيلول الماضي عام 2017، ومعلوم كيف أن هنالك يعني ردة فعل كبيرة من بغداد، وكيف أن قوات الحكومة المركزية سيطرت على كركوك والمطارات وغير ذلك. إذن القضية، وهنا السؤال دكتور جاسم، هل من مطالب كضمانات من حكومة بغداد لأن لا يتكرر موضوع الاستفتاء الذي حدث سابقا حول أقليم واستقلال أقليم كردستان، لتكون خطوة بداية لحل باقي الملفات، أم أن الموضوع يعني زيارة البرزاني بحد ذاتها ربما فيها دلالات أو إشارات إلى هذا الشيء؟ هنالك يجب أن نميز بين حالتين، هنالك حلم كردي وهنالك واقع سياسي. الحلم الكردي منذ عام 1920 ومنذ عام 1946 الدولة المهابادية في إيران، الحلم الكردي بتكوين دولة كردية، ومعلوم أن هذا الحلم يتعارض مع واقع في العراق وفي تركيا وفي إيران وفي سوريا. هذا الأمر لا خلاف عليه، وبالتالي لا يمكن على المدى القريب تحقيق هذا الحلم الكردي، وبالتالي كانت خطوة السيد برزاني نحو الانفصال يعني فاشلة ولم تلاقي قبولا حتى من قبل المناصرين للبرزاني. هذا أولا. القضية الثانية هو المنظور، الواقع المنظور بالنسبة للكرد. معلوم أن هنالك أزمة اقتصادية داخل أقليم كردستان، يعني إلى فترات قريبة كانت تدفع 50% وربما 40% من رواتب الموظفين في الأقليم، وهنالك يعني إيقاف لحصة البيشمركة من الموازنة المركزية. هذه الإشكاليات يعني الحلفاء في مرحلة ما قبل الاحتلال، أقصد هنا حزب الدعوة والكرد بشقيه الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اختلفوا ما بعد عام 2005، وبالتالي اليوم زيارة السيد مسعود برزاني هي زيارة لتحقيق أمل واقعي، عودة حصة الكرد على خلاف الدستور إلى 17%، وهذا يعتبر مكسب كبير للكرد. ربما هنالك توافقات طبعا 17 بدل 13% في عهد العبادي، أو ربما بدل 12.6 12% و6 بالعشرة من مجموع الموازنة. إذن هنالك مكسب كبير، نحن نتحدث عن ميزانية لا تقل عن 77 مليار دولار أمريكي. إذن المبلغ مبلغ كبير، يعني هذا المبلغ يستحق هذه الزيارة من قبل السيد برزاني إلى بغداد. وبالتالي أعتقد أن القيادة الكردية وعت تماما أنها ما زالت بحاجة إلى أموال بغداد، ما زالت بحاجة إلى 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 الوضع العام في العراق، وبالتالي كانت هذه الزيارة خطوة استراتيجية بالنسبة للأخوة الكرد. أستاذ حسين شاكر، بأقل من دقيقة، هذا ما تبقى لنا من وقت اليوم، تغير الظروف، تغير الحكومة، غياب أطراف كانت محسوبة على إيران وغيرها من الدول الإقليمية، هل برأيك هذه ظروف قد تؤدي بالنهاية إلى تحسن العلاقات وبالتالي تحسن الوضع بالمجمل في الإقليم وفي العراق بالعموم؟ الحقيقة يعني ليس أمام العراقيين كردا وعربا سنة وشيعة إلا أن يتفقوا فيما بينهم، ولكن يعني في عجالة أرد على الأخ من إسطنبول، الكرد لم يذهبوا إلى الاستفتاء يعني حبا، هم دفعوا إلى ذلك دفعا بعد المشروع الإيراني الذي كان يشمل لبنان وغيرها، حيث كانت إيران تقوم بتثبيت أذرعها في منطقة، حزب الله احتل بيروت آنذاك، أيضا في إقليم كردستان المالك هو الذي قطع الميزانية عن الإقليم وأسعار. طيب هنا كان سؤال اليوم، تغيرت هذه المعطيات، تغيرت هذه الوجوه أستاذ حسين؟ نعم،
الآن الفرصة جدا متاحة لدى إقليم كردستان ولدى العراقيين، حيث أن سطوة إيران بدأت يعني تخف على الأقل حسب إذا استمرت العقوبات الأمريكية على ما هي عليه، هذا سيؤدي إلى توافق. بالمناسبة أنا كنت أزور كردستان العراق في الأعوام ما قبل قطع الميزانية، أبدا لم ألحظ في مزاج الكرد العراقيين أي نحو الانفصال أو أي نية نحو الانفصال، ولكن حدث ما حدث. انتهى وقتي للأسف أستاذ حسين، شكرا جزيلا لك. كل كردي في الأجزاء الأربعة يحب أن يتعامل مع العاصمة الموجودة عنده، وصلت. ولكن أشكرك جزيل الشكر. يبحثون عن الشراكة الحقيقية والمساواة. حسين شاكر الكاتب الصحفي من غازي عنتاب، شكرا لك. شكرا للدكتور جاسم الشمري الباحث في الشأن العراقي، كان ضيفي من إسطنبول. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلقاكم الأسبوع المقبل الأحد في حلقة جديدة وملفات جديدة. كونوا على الموعد، إلى اللقاء.